إذن مشاهدينا، بشأن تضارب الأنباء بخصوص انتهاء المحادثات الإيرانية الأمريكية في الدوحة من دون التوصل إلى أي نتائج، معنا هاتفيا من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية سيد طارق جاسم. مرحبا بكم. إذن سيد طارق، هناك تضارب في الأنباء بشأن المباحثات الأمريكية الإيرانية في الدوحة ونتائجها. بدءا، كيف ترى الأسس التي تم عليها ترتيب هذه المباحثات وما سبقها من شروط لعقد جلساتها؟ نعم، شكرا جزيلا. طبعا الأسبوع الماضي كان أسبوع حافل بالرسمية من جانب الدول الإقليمية، وكما أنها إيران تريد أن يكون لها دور في إرسال الرسائل، لذلك نرى أن إيران وافقت على المفاوضات دون أي شرط في الدوحة. وهذه المفاوضات هي تأتي ضمن سياق قصر جمود بين إيران وبين الدول الغربية فيما يتعلق بموضوع الاتفاق النووي اللي والمفاوضات النووية اللي واجهت طريق مسدود في فيينا. أنا أعتقد أن تضارب الأنباء بدأ من وكالة التسنيم الإيرانية اللي سبقت الجميع بعنوانتها اليوم أن المفاوضات في دوحة واجهت الهزيمة وبدون نتيجة لأي طرف. لذلك أنا أعتقد أن إيران هي متجهة ضمن سياق يعني شراء الوقت، أي أنها تهرب إلى الأمام، ومن جانب آخر لا تلتزم بالتعهدات وتخفض أكبر عدد ممكن من النسب المئوية لأجهزة الصيد المركزي. لذلك أنا أعتقد أن إيران ما زالت غير جادة، وهي تكسب الوقت هنا وهناك بدخولها للمفاوضات في عاصمة أو أخرى. ماذا لو أخفقت هذه المباحثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران ولم تنجح؟ هل تعتقد أن مخرجات فيينا قادرة على كبح جماح إيران؟ يعني بصراحة أمام العالم شهرين حتى انتخابات الدورية في الولايات المتحدة، انتخابات الكونغرس اللي إلى بشكل أو بآخر الجميع يتوقع هزيمة الديمقراطيين. أنا أعتقد أن إيران الآن في هذه المرحلة تريد أن تناور على هذه النقطة وتحاول أن تكسب المزيد من النقاط ومن الامتيازات من الغرب. لذلك هي تسمي هذه المفاوضات بمفاوضات رفع العقوبات، وهم دائما يبحثوا عن يعني حذف الحرس الثوري من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات. لذلك أنا أعتقد أن إيران إن كان هنالك اتفاق فهي كاسبة، وإن لم يكن هنالك اتفاق أيضا كاسبة، لأنها تماطل وتكسب الوقت. والحرس الثوري هي أساسا مسيطرة على مؤسسات الدولة وتبيع النفط بشكل آخر وبطرق تهريب النفط إلى الصين وإلى دول أخرى. لذلك أنا أعتقد أن الغرب لديه القليل من الوقت حتى يكسر جماح إيران ويحاول أن يلملم أفكار ويلملم يعني ضغوطات على إيران قبل شهرين. طيب، لو تعنتت طهران في مطالبها وهو ما لا تقبله الولايات المتحدة، هل تعتقد أن الحل الدبلوماسي الذي اختارته أمريكا ربما سينتهي إلى حلول أكثر خشونة فلنقل من واشنطن؟ يعني بصراحة الإدارة الأمريكية الآن عليها ضغوطات كثيرة من جانب الجانب المتشدد في الديمقراطيين، الجانب الجمهوري اللي يرفض المفاوضة مع إيران ويرفض الاتفاق النووي، أيضا هنالك ضغط إقليمي وإسرائيلي على اللوبي الإسرائيلي على أمريكا. لذلك اليوم الأمريكيين وهم يراهنوا على كسب النتيجة من خلال الدبلوماسية، أيضا لهم النظر ولهم السيناريو الآخر اللي هو اتخاذ جانب القوة والجانب التشدد والجانب العسكري. لذلك دائما ما يطلق صراح إسرائيل في هذا الجانب، كما أنها صرحت بأكثر من مرة وطبقت أعمال وتدخلات يعني صريحة داخل إيران، أنا أقصد إسرائيل. فأنا أعتقد أن كل السيناريوهات مطروحة فيما يتعلق بموضوع إيران، وأعتقد أن المؤسسات العريقة هي أكبر من جو بايدن في اتخاذها هكذا قرارات مصيرية بالنسبة للولايات المتحدة. نعم، إذن من وسط الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية سيد طارق جاسم، شكرا جزيلا لك.